بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري أرياض حي النهضة شارع سلمان الفارسي. اتطلب مني ان انا اصور جهاز الوافل والشوايات وجهاز السندوتشات، سخان السندوتشات. هنا في شواية من جانو، هي صناعة تركي، هي 1800 واط، 1800 واط يا جماعة ب174 ريال. اهي دي شواية ماركة جانو صناعة تركي، 174 ريال وهي 1800 واط. هنا الشواية دي الأحمر، دي برضو جانو اهي، هي برضو 1800 واط وصناعة تركي اهي. شواية برضو 184 ريال. هنا صناعة وافل اكواب من هوم ماستر اهي، يا رب تكون واضحة. وهي ب137 ريال هوم ماستر. هنا انا اصور لكم كل حاجه تقابلني بالمره. ده بتاع الكريب، صنعت الكريب دي، بتبقوا عاملين الكريب وتحطها كده اهو، وبعد كده تلاقيها استوى الكريب على طول بالطبق بتاعها. اسمها ماكينه كمبودي ب99 ريال اللي هي بتاعت الكريب دي. هنا صنعت الكنافه الكهربائيه اهي، دي صنعت كنافه كهربائية اهي يا جماعة ب129 ريال من هوم مصدر، صنعت كنافة، ده جهاز تصنيع الكنافة من هوم مصدر ب129 ريال. هنا شواية كهربائية كنود على عرض، هي 2000 واط، كانت ب449 دلوقتي ب269 ريال من كنويت اهي. هنا صنعت بسكويت ايس كريم 2 قالب 600 واط ب108 ريال اهي، من ايه، من السيف، ماركة السيف، ب108 ريال. هنا دي السيف برضو، سخان توستر كبير اهو، سخان توستر كبير اهو شكله اهو، ماركة السيف، 148 ريال. ده برضو ده اديسون سخان سندوتشات 2 في 1 اسود وفض، يعني 1200 واط ب174 ريال. و2 في 1 اهو يا جماعة. هنا ده من هوم ماستر سخان سندوتشات 5 في 1، ده 5 في 1 يا جماعة من هوم ماستر، 269 ريال، ده 5 في 1. الأغراض بتاعته بتبقى في الكرتونة يعني، ده 5 في 1. ويا جماعة اللي هو الجانو 7 في 1 ده مش موجود في السيف جيلري، اتباح كله عشان ناس كتيرة سألتني عليه، حتى في ناس سألت وأنا واقفة قالوا لهم خلص. سخان سندوتشات 6 في 1، ده 6 في 1 من أديسون، 1400 واط ب295 ريال، ده 6 في 1، 6 في 1 ده. الأغراض بتاعته كلها تلاقوها في الكرتون، ده 6 في 1 من أديسون، 1400 واط، لونه بينك اهو، 6 في 1. ده 5 في 1 ده، ده 6 في 1 وده 5 في 1. لا فين اللي 5 في 1؟
ايوه ده اللي 5 في 1، ده 5 في 1. ده كام بقى؟ سخن سندوتشات 3 في 1 ب199 ريال، 3 في 1 ب199 ريال. اهو جانو صنعت وافل شكل مثلث ابيض، صنعت وافل شكل مثلث يا جماعة، دي صنعت وافل شكل مثلث ب83 ريال، وهي 700 واط من جان. ايه دي صنعت سندوتشات بوكت 640 واط، ده الحاجة بتطلع 108 ريال. ايه دي هوم ماستر سخن سندوتشات 5 في 1 صغير اهو 179 ريال. هنا صنعت لقيمات 700 واط ب44 ريال و70 هللة، دي نازل على عرض كويس بتاع اللقيمات اهي، اللي هي لقمة القاضي يعني، ب44 ريال من 149 ريال. اهي سخن سندوتش سخن بسكويت، ايوه ده اللي هو بتاع البسكويت، 137 ريال من هوم ماستر. صنعت وافل شكل قلب ب83 ريال 700 واط من جانو ده، بس دي مش قلوب دي. سخن سندوتشات سخن سندوتشات السيف 2 في 1 119 ريال. انا بقى اهو يا جماعة، صنعت بسكويت ايس كريم ب99 ريال من السيف. الاضاءة مش واضحة اهو يا جماعة، جان وايه صنعت معمول 119 ريال من جان، دي صنعت معمول. سخن سندوتشات السيف اهو 159 ريال 2 في 1. سخن سندوتشات السيف على عرض كان ب179 دلوقتي ب139 ريال، 3 في 1. سخن سندوتشات السيف كبير 3 في 1 كان ب214 دلوقتي ب159 ريال. هوم ماستر صنعت اللي هو البتاع ده يعني الشاروز كبير 352 169 ريال اهو شكلها، دي اللي هي المستطيلة 99 ريال وهي 750 واط. الشاروز دي الشاروز ايه في منها متوفر منها الوانات، كل الالوان دي متوفرة منها. اهو يا جماعة سخان وافل وجهين، اهو يا جماعة كلهم دول. صنعت التورتيلا والمطازيز اللي هي دي اللي هي الماكينة بتاعتها دي ب218 ريال. يا جماعة انا صورت لكم اللي فوق، اللي تحت اهو بقى سخن سندوتشات توست 199 ريال من هوم ماستر. سخن سندوتشات مع سوايا جانو جرانيت 1280 واط، حلو جرانيت. جهاز وافل زائد شواية اسود، وده جهاز وافل اهو، معلش كانت عربية معدية وانا اتاخرت بعيد شوية. ده جهاز وافل مع شواية بينك ب199 ريال اهو.
نشوفكم إن شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.